عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر. صحيح أن تقبل هذه الحقيقة لن يكون سهلا على خصوم المشير، لكنهم قد يكونون مضطرين للتعامل معها بوصفها أمرا واقعا يجد تأييدا في الداخل ومباركة في الخارج. حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وحتى ما يوصف بملف المصالحة الوطنية بين المصريين مطروح على أجندة السيسي كما على معارضيه. هل يواصل أطراف الأزمة سياساتهم القديمة ويتمسكون بمواقفهم المعروفة، أم أن الواقعية ستفرض على الجميع في نهاية تسوية ما؟ وهل نضجت شروطها أم ليس بعد؟ قاطع رئاسة الدم، كان ذلك موقف تحالف دعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين في مصر من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومع تنصيب عبد الفتاح السيسي الذي ما زال التحالف يصفه بقائد الانقلاب العسكري على مقعد رئاسة البلاد، يعود إلى الواجهة الحديث عن المصالحة الوطنية، قضية شغلت الرأي العام في مصر كثيرا خلال فترة الدعاية الانتخابية. عبد الفتاح السيسي كان حازما في رده على سؤال حول مستقبل الجماعة خلال فترة رئاسته. لن تكون في مدة رئاسته شيء اسمه جماعة الإخوان المسلمين؟ أيوة كده، يعني انتهت جماعة الإخوان في مصر؟ أنا عايز أقول لك مش أنا اللي نهيتها، أنتم يا مصريين اللي نهيتوها. المصريين قالوا لأ، قالوا في 30/6 لأ، ودلوقتي بيقولوا لأ. برنامج السيسي الانتخابي لم يخلو من دعوات للحوار وعدم إقصاء الآخر طالما لم تتلوث يده بالدماء. على جماعة الإخوان المسلمين أو من ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية أنه يراجع نفسه فكريا، يعترفوا بأخطائهم، يعترفوا أنهم خرجوا خارج حضن الجماعة الوطنية، يعترفوا أنهم كانوا بيضغطوا على الدولة المصرية لأجل مصالحهم الشخصية، يراجعوا نفسهم ويراجعوا فكرهم، وأوتوماتيك بدون فكرة المصالحة دي أوتوماتيك الشعب المصري هتقبلها. المصالحة لابد لها من طرفان، فهل تقبل جماعة الإخوان وحلفاؤها من تيار الإسلام السياسي الانخراط مجددا في العملية السياسية الحالية في مصر؟ نحن في تحالف دعم الشرعية نرفض هذه المصالحة تماما بهذا الوضع وهذه الأجواء، فقط نقبلها عندما يعود المسار الديمقراطي وتعود الشرعية، وبعدها نتحدث، لأن هناك أحاديث كثيرة في هذه المصالحة وعلى رأسها دماء الشهداء. دعاوى المصالحة الوطنية لا تخرج فقط من داخل مصر، لكنها قد تكون نابعة من ضغوط خارجية ربما تقود إلى هذه المصالحة وربما تدفع باتجاه تقويضها. سوف يعتمد هذا في نهاية الأمر على التحول الذي يمكن أن تجريه جماعة الإخوان المسلمين والمستويات التي تؤكدها فيما يتعلق بالاعتراف بالنظام الجديد في مصر والتعامل مع الأمر الواقع وبما يتضمنه من اعترافها بالأخطاء التي ارتكبتها. يدخل السيسي إلى القصر الرئاسي محملا بمهام جسام يأتي في مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار الذي يرى كثيرون إنه لن يتحقق دون حدوث تقدم في ملف المصالحة الوطنية. في هذا المكان كان اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وخلفي مباشرة تقع جامعة القاهرة التي ما زالت تخرج منها مظاهرات طلاب دعم الشرعية. الهدوء يلف أرجاء المكان بالتزامن مع استعدادات تنصيب الرئيس الجديد. فهل تفلح دعوات المصالحة في الحفاظ على هدوء واستقرار هذا المكان؟ عطية نبيل، بي بي سي، ميدان نهضة مصر، القاهرة. للتحاور ينضم إلينا من القاهرة الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس برنامج التحول الديمقراطي، رئيس وحدة الدراسات المصرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا. ومن القاهرة كذلك ينضم إلينا الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية. أستاذ عماد أهلا وسهلا. وهنا في الاستوديو السيد محمد سودان، أمين العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة. أهلا وسهلا. أهلا بك. بدايتي في هذا الحوار هي مع الدكتور عمرو هاشم ربيع. دكتور عمرو، اليوم نسبت لحضرتك تصريحات، أو الأمس بالأحرى، أن الإخوان المسلمين سيشاركون في الانتخابات البرلمانية، وتحدثت عن شكل من أشكال الإدماج يعني الخصوم المعروفين الأولين للساسة الجدد في مصر. على يعني إذا كانت هذه التصريحات صحيحة، فعلى أي أساس يعني بنيتم هذه الرؤية؟ لا، جماعة الإخوان المسلمين لم تترك استحقاقا برلمانيا إلا وشاركت فيه بشكل مباشر أو غير مباشر منذ عام 1984 وحتى الآن.
حتى أيام مبارك شديدة الوطأة، في فترات شديدة الوطأة التي عانت منها جماعة الإخوان المسلمين لم تترك جماعة الإخوان الانتخابات البرلمانية على الإطلاق. الساحة على الأرض كانت تحاول أن تستثمرها بقدر كبير نتيجة أعمالها ذات الطابع الاجتماعي والدعوي في نفس الوقت، فسعت إلى استثمارها. أنا لا أعتقد أنها أيضا سوف تتخلى عنها في تلك الانتخابات، وسوف تكون في تقديري أحد الأسلحة أو أحد الأمور التي سوف تتفاوض عليها عندما تأتي أو يحين جرس يضرب أو يدق جرس المصالحة بين الفواعل والقوى السياسية على الأرض. وإن كنت أتوقع أنه إذا جرت المصالحة اليوم فسوف تكون شديدة الوطأة بالتأكيد على جماعة الإخوان المسلمين أكثر منها من أن تكون شديدة على النظام. حضرتك تتحدث عن مصالحة دكتور عمرو في وقت كان يعني التصريحات الانتخابية للفائز الذي هو المشير عبد الفتاح السيسي وفاز برئاسة مصر تتحدث بشكل واضح عن عدم وجود لهذه الجماعة، عن أنها لن تكون جزء من المشهد السياسي، وهناك دعم شعبي لهذه الفكرة على يعني على الأقل من الجانب الذي صوت بنعم لهذا الرجل. فكيف يمكن أن تبنى هكذا فكرة والمنطق الانتخابي انطلق أصلا من إزاحة الإخوان المسلمين من المشهد؟ هذا هو المنطق الانتخابي بالتأكيد أو بالفعل كما قلتي. الأمور تسرى في البرامج الانتخابية أو الوعود شيء، والأمور والواقع على الأرض يأتي بشيء آخر. كلنا نتذكر المرشح الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة ويتحدثون عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في اليوم التالي لانتخابهم، والوضع صار كما هو عليه بعد أن يصل هذا أو ذاك. الأمور شيء فيما يتعلق بالوعود، لكن على الأرض الأمور قد تسري بشيء آخر. هناك بالتأكيد خسارة للطرفين، خسارة للجماعة الإخوان المسلمين، خسرت الكثير من قواعدها الشعبية في مصر، خسرت الكثير حتى في الخارج من خلال التمويل الذي ابتدأ ينضب شيئا فشيئا. القوى أو الواقع على الأرض ينذر بوجود أو يشي بالفعل بوجود تدهور نسبي في أوضاع الاقتصاد المصري نتيجة أعمال العنف والإرهاب التي تقودها الجماعة. طيب. كل ده بيجعل هناك درجة من درجات التلاقي، لكن الواقع على الأرض وقت الجلوس على المنضدة هو الذي سوف يفرض شروط المصالحة، والتي أتوقع كما سبق وذكرت لك سوف تكون شديدة الوطأة لو جرت الآن على جماعة الإخوان المسلمين. من منطلق الواقعية والواقع والتعامل معه، أنا سأشرك الضيفين الآخرين معك دكتور عمرو في الحوار. أستاذ عماد الدين حسين، البرنامج الانتخابي كان أو هذا الجزء من ما وصف بأنه وعود انتخابية من جانب المشير كان واضح، هو كان يتحدث عن أنه لا وجود لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه يعني هؤلاء أو هذه الفئة انتهت في المشهد السياسي. على الرغم من ذلك، دستور 2014 الذي أقر بنسبة انتخابية معتبرة لم يشمل بندا أو قانونا أو مادة للعزل السياسي، بالتالي بحكم القانون فيما عدا الجماعة التي الآن هي بحكم القانون إرهابية في مصر، الحزب يمكنه أن يخوض الانتخابات. وبالتالي هل هناك حديث في المستقبل عن التعامل بواقعية مع هذا الأمر من جانب مؤسسة الرئاسة بواقع مراقبتك للأمر أو للوضع؟ مساء الخير. أظن يعني إضافة إلى ما قاله الدكتور عمرو هاشم ربيع، الذي سيحدد الأمر ليس القانون أو الدستور، لكنه الأمور على أرض الواقع. من ضمن ما يلفت النظر كما تفضلت هو أن الحكومة أو النظام الجديد ترك الباب مفتوحا حتى هذه اللحظة. حزب الحرية والعدالة ما زال معترفا به وشرعيا ورسميا أمام القانون المصري، رغم يعني وصف وتجريم جماعة الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية مؤخرا. وبالتالي هناك منفذ ما تم تركه ربما يعني بطريقة مقصودة، وإلا كان من السهل أن يتقدم أحد المواطنين لمحكمة من المحاكم مصر ويطالب بس إذن على أي أساس كانت تصريحات المشير السيسي قبل الانتخابات هي وعد بألا تكون الإخوان المسلمين جزء من المشهد السياسي، لأنه على أساس ذلك ذهبت إليه أصوات كثيرة، وأعتقد أن ذلك هو جزء من فكرة الاعتراف بما فعله بإزاحة رئيس المعزول محمد مرسي، جزء كبير من الأصوات ذهبت إليه لهذا السبب تحديدا. فعلى أي أساس هو أدلى بهذه التصريحات إذن إذا الباب كان قد ترك مفتوحا أو الآن مطروح مفتوحا متعمدا كما تفضلت وذكرت أستاذ عماد؟ سيدتي يعني السيسي يتمنى أن تكون هناك جماعة الإخوان المسلمين، وكل خصوم جماعة الإخوان المسلمين يتمنوا أن تختفي من المشهد بطبيعة الحال. لكن أنا أتحدث العامل الحاكم الرئيسي سيكون هو
مدى قدرة جماعة الإخوان المسلمين على التصرف بحكمة في المرحلة المقبلة. إذا استمرت بالطريقة الحالية الحلول الصفرية وأن الشرعية وكما نسب اليوم الرسالة لمحمد مرسي أنه الرئيس الشرعي، أظن أنه لن يحدث تقدم وستستمر الأمور في المبارحة الصفرية. إذا استجابت ربما جماعة الإخوان لمطالب السياسيين المصريين واعتذرت للشعب وتبرأت من العنف والدماء والإرهاب، ربما يكون هناك منفذ ما في المستقبل. طيب إذا يعني أنا سأعود مرة أخرى إلى تصريحات المشير، ولكن بعد أن أسأل الأستاذ محمد سودان سؤال مباشر. هذه الرسالة التي يتحدث عنها أستاذ عماد الدين حسين هي رسالة منسوبة للرئيس المعزول محمد مرسي، وردت على شبكة رصد، هذا ما استطعت أنا أن أجلبه، وهي تتحدث عن يعني ذات بشكل عام أو في شكل مختصر عن ذات التوجه للجماعة بأنه الاعتراف بما جرى منذ 30 من يونيو، وأن الرئيس المعزول محمد مرسي هو الرئيس المنتخب وبالتالي لا رئيس وهو موجود. على هذا الأساس إذا كانت هذه رسالة صحيحة منسوبة إليه بشكل صحيح، على هذا الأساس هل هناك انفصال عن الواقع لدى الجماعة لا تزال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني أنا حقيقة متعجب من كلام ضيوفك الأعزاء من القاهرة، يعني بيتكلموا عن مشاركة، بيتكلموا عن عنف الإخوان، يعني مش عايشين في مصر عايشين فين دول؟ يعني حاجة عجيبة جدا. من يشارك وأنا عندي أكثر من 41 ألف واحد معتقل ومسجون وأحكام بإعدام 1200 واحد، مين اللي شارك؟ وأكثر من 100 ألف واحد هارب، مين ده اللي شارك ده؟ بيتكلموا عن إيه يعني بالظبط؟ فين الإخوان دول؟ فين الإخوان دول؟ يعني مش فاهم، أشباح ولا إيه اللي هيجوا يشاركوا في الانتخابات الهزلية اللي هتكون زي الهزلية اللي مرت بالظبط؟ يعني انتخابات رئاسيه هزليه وانتخابات برلمانيه هتكون هزليه والاخوان لا يشاركوا في هذه الانتخابات الهزليه. اما انتخابات مبارك كان فيها فعلا تزوير والكل يعرف، يعني انما بقدر ما كان في مساحه، انما الان ما فيش مساحه، اللي بيتكلم وبيتعرض بيتسجن مباشره، ففين اصلا الناس طيب في السجن؟ بس ما تردد، وهذا ساعود به الى الدكتور عمرو، هو انه كان هناك مندوب عن الحزب، حزب الحريه والعداله، حاضر لهذه الاجتماعات الاخيره التي كان فيها حديث او دعوه لكل الاحزاب للمشاركه. كان ده غير صحيح، كلام ده غير صحيح، كان ده غير صحيح. دكتور عمرو، المندوب حضر وذكر انه جاء بناء على تكليف من قيامات تحالف دعم الشرعيه. اتفضل. اذا المندوب الذي حضر يا دكتور عمرو هاشم هو مندوب من تحالف دعم الشرعيه وليس من حزب الحريه والعداله. نعم، هو ذكر لي ان هو حصل على اذن مسبق من تحالف دعم الشرعيه بالحضور، وهو من الذي كان ينافس محمد البلتاجي في انتخابات أمانة الجيزة، يعني هو عضو في حزب الحرية والعدالة وعضو في الجماعة من أيضا. طيب هل يعني هل يمكن الإفصاح عن اسمه دكتور عمرو، ولا المسألة يعني في طي الكتمان أو السرية؟ لا 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 لا، اسمه معلن على شبكات التواصل وعلى مواقع المواقع أظن ذكرته أحد المواقع، اسمه أشرف بلال. طيب أستاذ محمد سودان، وهذا ما أريد أن أقوله الآن. لحظة يا دكتور لو سمحت. الآن في مصر هو الدكتور محمد بشر، هذا هو الوحيد الذي يتحدث بلسان الحرية والعدالة والإخوان المسلمين الطليق. طيب يعني هذا الرجل إذا كان حضر الاجتماع وهو لا ليس معنا ليرد عن نفسه، فهو يمثل نفسه ولا يمثل تحالف دعم الشرعية؟ ربما عضو في تحالف دعم الشرعية، لكن أنا أتحدث عن حزب الحرية والعدالة بالتخصيص. أليس من المفترض أن تحالف دعم الشرعية هو الكيان الذي انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين؟ أنا بقول لحضرتك أنا لا أدري عن هذا الاتفاق شيء. كي لا نضيع الوقت في هذه أنت تتحدث عن معلومة والدكتور عمرو يتحدث عن معلومة أخرى. هناك تصريحات نسبت ل يعني القيادي السابق بالجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم، هو دعا فيها السلطة والإخوان في هذه المرحلة إلى ضرورة الجلوس على مائدة التفاوض وإحداث المصالحة، وكما دعا السلطة إلى الإدماج لجماعة الإخوان مجددا، هو دعا أيضا الجماعة إلى يعني أنها ينبغي أن تذهب إلى المصالحة كي لا تقضي بقية حياتها في السجون، وهو قال لا السلطة يمكنها أن تنجح في وجود مسيرات ومظاهرات يومية، ولا التيار الإسلامي يتمنى أن يقضي بقية أعضائه حياته سبق في السجون. إن الآن مصر دولة بوليسية بامتياز ودولة عسكرية بامتياز وليس دولة قانون أصلا. عن الدعوات هذه. أما ناجح إبراهيم يعني هو اللي خارج من السجن منذ سنوات يعني بسيطة، وكان متهم بالعنف وبالقتل وكذا وكذا، يعني هو أكثر الناس يعني يعلم كيف خرج أصلا من السجن وكيف كان يعني. طيب يعني هو ليس معنى ليرد عن نفسه، أنا بس أتحدث عن تلبية الدعوة أو رفضها. أنتم ترفضون إذن هذه الدعوة؟ من الذي يلبي الدعوة؟ بس أنا مش قادر أفهم الحقيقة، الناس كلها في السجن، حضرتك مين اللي عايز يلبي الدعوة؟ مين؟
فكان الناس يا اما في سجن اما هربانين، واللي يظهر منهم بيتسجن. طيب احنا كل يوم عندنا اعتقالات. دكتور عمرو، انت اردت الاضافه على هذه النقطه، اتفضل. نعم، جماعه الاخوان المسلمين في الفتره من 84 حتى 2010 كانت في هناك انتخابين، انتخابات 90 وانتخابات 95، ذكرت رسميا او طلعت اعلان رسمي انها لن تشارك في هذه الانتخابات بشكل رسمي، ورغم عن ذلك اعلن عن فوز احد اعضائها في كلا الدورتين. فالاعلان الرسمي اللي بيقوله الاخ الكريم من الحريه والعداله امامك بالتاكيد هو صحيح، لن تشارك، لكن القواعد والكوادر وبعض الكوادر سوف يشاركوا بشكل غير رسمي. هذا هو ما جرت عليه. طيب. العادة. نعم. سوف ومن غير الممكن أن يقولوا أنهم سوف يشاركوا، وإلا سوف يتم إقصائهم شعبيا. طيب. عند صناديق الاقتراع. أنا سأرجع بس نقطة البدائل يا دكتور عمرو، نقطة البدائل أمام الطرفين سأرجعها بس إذا سمحت لي لدقائق، يعني في استدراك أعود به إلى الأستاذ عماد الدين حسين، من ثم نعود إلى نقطة البدائل المطروحة. أستاذ عماد، الواقع أنه إذا ما انفصلت مؤسسة الرئاسة في وعودها الانتخابية عن الحراك السياسي الذي وصفته بأنه متعمد، أنه ترك الباب مفتوحا، وأنه ربما إذا أبدت، وهذا يعني واضح أنه مرفوض من جانب الأستاذ محمد سودان، إذا أبدت جماعة الإخوان المسلمين أو استوفت عددا من النقاط فإنه يمكن إدماجها في المستقبل القريب أو البعيد، لا أحد يدري، سيكون المشير في مواجهة مباشرة مع ناخبيه، لأن هذه هي النقطة الأولى التي على أساسها توجه الناخب الذي أدلى بصوته بقول نعم في هذه الانتخابات. وبالتالي هل يمكن أن نرى شقاقا أو خلافا حول هذه النقطة بين مؤسسة الرئاسة وبين الحكومة التنفيذية التي ستأتي؟ لا، سنفترض جدلا أن هناك هدوءا حقيقيا ورسالة حقيقية من جماعة الإخوان بالاعتذار عما فعلته والمطالب الرئيسية. القوى السياسية المصرية والرئاسة المصرية الآن تريد أمرا واضحا من جماعة الإخوان، أن تعتذر عما حدث وأن تعيد تقييم تجربتها. إذا حدث ذلك وهذا هو الشرط الوحيد وتبرأت من عمليات بس، ما هذا هو سؤالي يا أستاذ عماد، يعني حضرتك تتفضل دائما يعني العودة إلى ما يجب الحديث عنه من جانب الإخوان، لا أنا أتحدث عن مؤسسة الرئاسة. أنت تقول أنه إذا ما كانت هناك عودة واعتذار وما إلى ذلك قد يكون الباب مفتوحا، هذا مغاير تماما لتصريحات المشير السيسي قبل فوزه بالانتخابات، وبالتالي ليس مغايرا يا فندم، مناقضا تماما يا أستاذ عماد. هو كان واضحا في حديثه أنه لا وجود للإخوان، حتى منافسه حمدين صباحي تحدث عن أن الأفق ضيق جدا أمام الجماعة إذا لم تبدي قدرا من المرونة. دعني أكمل فكرتي. اتفضل يا أستاذ عماد. السيسي وحمدين صباحي قالوا تحدثوا عن لا وجود لأي أحزاب على أساس ديني، وهذا واضح وصحيح يقصدون به الإخوان وربما غير الإخوان. لكن أنا أتحدث عن إذا فكر عضو في جماعة الإخوان المسلمين أن يمارس السياسة باعتباره مواطنا مصريا لا يرفع فكرة الجماعة، القانون يسمح له بذلك. وبالتالي دائما أقول لك الكرة في ملعب الإخوان وليس في ملعب الحكومة. يعني عودة بسيطة إلى ما ذكره الأخ محمد سودان، أذكره بأمر بسيط. جماعة الإخوان المسلمين يوم 25 يناير 2011 أصدرت بيان رسمي قالت أنها غير مشاركة في الثورة، الشباب الذين خرجوا، ورغم ذلك بعدها بيومين قالت أنا مشاركة. فبالتالي أنا لا يشغلني كثيرا إذا كان يقصد الإعلان الرسمي. نعم، جماعة الإخوان المسلمين لا تصدر إعلانات رسمية إلا بعد أن تتأكد من الأمر وتضمن أن الأمر طيب بالنسبة لها فتشارك. هذه طيب. أرجو عليه أن يفكر أن أتحدث طيب. سياسة وليس أتحدث عن بيانات صدرت طيب. أو لم تصدر. أستاذ محمد سودان، يعني مش بس هذا الموقف الذي يمكن أن يطرح للتساؤل، وإنما أيضا موقف إبان فترة حكم الإخوان المسلمين في مصر في عام الإخوان وتحت قيادة الرئيس معزول الدكتور محمد مرسي، كان هناك يعني واضح تبجيل واضح للقوات المسلحة المصرية، والحديث عن الجيش المصري كان مختلفا تماما عن الحديث الآن. وبالتالي الذي يؤخذ عليكم وتنتقدون فيه هو أن حديثكم دائما مزدوج، كانت لكم تصريحات ما قبل 30 يونيو مختلفة عن يعني ما بعدها فيما يتوافق مع مصلحتكم أو يأتي ضدها. يعني خليني بس الأول، يعني أنا الحقيقة أولا سامع أن لابد أن الإخوان المسلمين يعتذروا، يعني هم يتقتلوا ويعتذروا، يعني مطلوب أن الضحية تعتذر، معتقل ويتحكم عليها بالإعدام ونعتذر، تموتونا ونعتذر، يعني حقيقة مش قادر أستوعب مين المفروض يعتذر عن إيه. هذه واحدة. السيسي قالها صريحة هو وحمدين، لن يكون هناك
وجود لا الإخوان المسلمين لا جماعة ولا حزب. الكلام ده كان واضح من الاثنين الحقيقة. بس الحزب كلام لم واضح. يجرم الحزب لم يجرم حتى الحديد. الجماعة أعلنت إرهابية صح. حمدين وقالوا سيسي. طيب بس حتى هذه اللحظة مظبوط الحزب لا يزال عاملا لم يتعرض لها تصريحات اثنين كانوا مرشحين وأظن اللي ما سمعش ده يرجع اليوتيوب ويسمعهم الاثنين. النقطة الثانية احنا لم يصدر منا تصريح وانا اتحدى استاذ عماد انه طلع لي دلوقتي على الهواء تصريح ان احنا قلنا مش هنشارك في 25 يناير اتحداه ان هو يطلع هذا التصريح. محمد سودان التصريحات كانت منشورة حتى في الصحف شبه رسمية. انا بقول لحضرتك اهو البلتاجي وعصام العريان كانوا موجودين وقالوا لا نمنع اي احد من الاخوان المسلمين ان هم يشاركوا. جماعه الاخوان المسلمين تحدثت قبل ثوره 25 يناير عن ان انا بقول لحضرتك يطلع لنا التصريح يعني طلعونا منشور في الصحف يعني لن نعود الى هذه النقطه مجددا. ما علينا على اي طيب. الاحوال يعني انا بقول لحضرتك طيب. ان الدكتور عصام العريان والدكتور طيب في الماضي القريب يا استاذ محمد انا اتحدث عما قبل 30 يوليو وما بعد. نعم قبل 30 يوليو دي انقلاب واضح وكان الرئيس بيحاول يستوعب الجيش اللي اصلا خانه وكان بيحاول يستوعب المخابرات اللي خانته والشرطه اللي قالوا احنا اجازه 4 سنين والدوله العميقه ونظام مبارك اللي بيعود تاني كان بيحاول يستوعب الناس دي بنظام اصلاحي وليس بنظام ثوري. مش هناك امور بترتجع لا الراجل كان بيحاول يعالج يعني مريض دوله مريضه بالدوله العميقه وبالثوره المضاده وكل شايف قد ايه نفسه السيسي قال انا يعني ما احناش طمع في حاجه وبكره هتشوفوا كل كلامه كذب يعني هو يعالج عضو اللي كذب يعالج الدوله العميقه بتعيين عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع وخانه. يعني من اين ياتي ده لا يعني الرؤيه البيض يعني اولا يا استاذ محمد نعم كي يكون يعني حضرتك تحدث عن التصريحات وعما يعلنه الساسة نعم. طيب نتحدث عن تصريحات قادة الإخوان المسلمين لأن تصريحاتهم كانت تصريحات واضحة كان فيها حتى قبل عام الإخوان وحتى قبل الانتخابات التي أتت بالرئيس محمد مرسي نعم. كان هناك انحياز واضح من جانب الإخوان المسلمين لمين؟ للمجلس العسكري أنذاك وبعد ذلك للجيش المصري ومؤسسة قوات مسلحة. ما كانش فيه انحياز وإحنا اللي قلنا أكتر من مرة يعني ونزلنا مليونات يسقط حكم العسكر لما وعدوا إن هم هيسلموا السلطة في 6 شهور وكذبوا على الشعب المصري ومطلوا في تسليم هذه السلطة لبعد 16 شهر بدل 6 شهور وحلوا مجلس الشعب وحلوا جمعية أساسية للدستور. بالعكس هم كانوا بيمطلوا لأن في خطة فيهم أمرة إن هم ما يسلموش أصلا السلطة للمدنيين ورجع الثاني إيه الحضن يعني العسكريين. هذا حديث جديد يا أستاذ محمد سودان وطبعا أنت تعرف أن القوى المدنية تتهمكم تهمات واضحة بأنكم انحستم للعسكر في الوقت الذي كانت هي تقف أمامه. على أي حال سنعود طبعا للتعليق نعم. لك الحق في التعليق على ذلك. دكتور عمرو هاشم حضرتك لك تصريح أيضا يتحدث عن أن انهيار التنظيم الدولي للإخوان أمل صعب التحقيق هل هذه التصريحات صحيحة؟ لأن البعض يعتقد أو الكثيرين ممن ذهبوا للتصويت بنعم في هذه الانتخابات للمشير السيسي يعتقدون أن الإخوان المسلمين تنظيما وجماعة في مصر انتهت بالفعل. لا دعيني في البداية أقول لك أن الجماعة هي جماعة براجماتية وجماعة مصلحية تتعامل مع الظروف وهذا أمر ليس معيب هذا هو الأمور السياسية وهذا هو شأن التعاطي مع أي أمر سياسي ليس قدحا أو زما في جماعة الإخوان المسلمين. الجماعة تحقق مصالحها وتصريحاتها قد تتناقض مع ما قالته بالأمس ما تقوله اليوم يكفي ما هو واضح من تصريحات المرشد من أنه لن يرشح أحد للرئاسة وإذ به يرشح 2 على سبيل المثال هذه حقائق واقعة وما قاله عن مبارك فأن مبارك والده وتفريغ الدوائر لأنصار الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية أمور كثيرة والتمجيد في الجيش ثم بعد ذلك وصفه بأنه كفار قريش هذا الأمور يعني ثابتة وتصريحات واضحة وهذا لا يدين الجماعة هذا هو شأن التعاطي مع القضايا السياسية الذي يدين الجماعة هي أن تنكره فقط. فيما يتعلق بسؤالك في المتصل بالتنظيم الدولي نعم. بالتأكيد التنظيم الدولي بيسعى جاهدا إلى تعضيد أو مساعدة الجماعة في الداخل على أن تكون قوية وفي نفس الوقت الجماعة في الداخل تسعى إلى اتخاذ وتبني مواقف متشددة حتى تستطيع أو تكون متماسكة وإلا تنفرط عقبها فهي تسعى بالتأكيد إلى اتخاذ مواقف راديكالية
خاصة في مثل هذه الأوقات، وكلما مرت خريطة الطريق بسلام أو كلما اكتملت، حتى لا تنفرط عقدها، وحتى يكون التنظيم الدولي يساعدها، وحتى تستطيع أن تجذب الدعم المالي من بعض البلدان في الإقليم. نعم. أستاذ عماد الدين حسين، في سؤالين أخيرين لك ولضيفي أستاذ محمد سودان. أستاذ عماد الدين حسين، هل الدولة المصرية بقيادتها الحالية تملك الأدوات لطمس جماعة الإخوان المسلمين فكرا على الأقل في هذه المرحلة؟ لا إطلاقا طبعا لا تستطيع، يعني مع كل خلاف حول الاتفاق أو الاختلاف مع جماعة الإخوان المسلمين، لكنها جماعة لها وجود في الشارع وأدلها 85 سنة، والفكر بغض النظر هو صحيح أو غلط يؤمن به مجموعة من الناس، وبالتالي لا يمكن إلغاء فكر الجماعة لمجرد أننا نريد ذلك. الفكر يلغى بفكر أقوى منه أو فكر مضاد له أقوى منه، وبالتالي القضية ليست قضية يعني الحكومة تستطيع أن تتخذ قرارات إدارية أو قانونية، لكن الفكر يظل فكر ينبغي أن نواجه بالفكر. نقطة أخيرة وسريعة فيما يتعلق. طيب إذا سمحت لي معلش بس استدراك صغير، هل الحل الأمني وحده كفيل بالقضاء على الإخوان ومن والاهم؟ إطلاقا لا، لا يعني لا يوجد حل أمني يقضي على أي فكرة بغض النظر. نعم. يعني إسرائيل تملك كل القوى ودول كثيرة تملك كل القوى، لكن نعم. الحلول الأمنية وحدها فقط لا تكفي. أذكر الأخ محمد سودان أن جماعة الإخوان المسلمين ترفع طوال الوقت أنها ضد إسرائيل، وهي ربما تكون كذلك. طيب. لكن الرئيس محمد مرسي قاد وساطة بين حماس وإسرائيل في 20 نوفمبر. بعد إذنك يا أستاذ عماد، أنا لا أريد أن أتطرق إلى الملف الخارجي كي يعني لا. لا. بس أنا أتحدث عن الوضع الداخلي. طيب اسمحني بس أوجه سؤال أخير. نعم. أنا بالسياسة فقط، السياسة طيب. ليست لها علاقة بالمثاليات طيب. التي يعتقدها عن بما أننا نتحدث عن البراغماتية، إذن يا أستاذ عماد، أستاذ محمد سودان أيضا في سؤال أخير. هل جماعة الإخوان المسلمين مع الواقع الذي هو موجود حاليا، دعم داخلي أغلبية يعني حصل عليها المشير السيسي واعتراف خارجي الآن أصبح واضحا بالرئاسة الجديدة، هل جماعة الإخوان لديها المقومات لأن تتجاهل كل هذا الواقع وتبقى على موقفها؟ أنا بس عايز يعني الحقيقة يعني عايز أقول إن مسرحية الانتخابات الماضية دي كان هزل وهزل واضح، وعدم ذهاب ناس، ويعني عايز اقول بتزوير. نعم، لكن الناس صاحيه، المصريين ما هماش غفله، شايفين الكلام ده كويس، وامتنع الناس عن الذهاب الى اللجان كان واضح، و25 مليون و26 مليون ده كذبه كبيره. اعلنت نهائيا نتيجه الانتخابات، الرجل اصبح على راس مصر والمجتمع الدولي اعترف به. هل تملك جماعه الاخوان المسلمين؟ من المجتمع الدولي اللي الولايات المتحده اليوم واشنطن تقول ان اوباما يتطلع للتعامل مع الرئيس العسكري منذ اللحظه الاولى. طيب الآن هناك اعتراف دولي بها، هل تملك جماعة الإخوان المسلمين تجاهل هذا الواقع؟ احنا مش مسألة تجاهل، احنا لا، احنا غير معترفين بهذا الواقع اللي فرض على الشعب المصري. نعم. بالقوة وبالدبابة وبالسلاح وبالقتل وبتحويل القضاء المصري إلى أداة قمعية تقمع كل من يعارض السيسي وكل أعضاء السلطة الانقلابية. شكرا جزيلا لكل ضيوفي اليوم، الأستاذ محمد سودان أمين علاقات خارجية بحزب الحرية والعدالة في الاستوديو من القاهرة، الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس برنامج التحول الديمقراطي رئيس وحدة الدراسات المصرية بمركز الأهرام، شكرا جزيلا لك دكتور، وكذلك الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، شكرا أستاذ عماد، شكرا لكم جميعا. طبعا. العالم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه بعد قليل. بين هيمنة العسكر وتعزيز الأنظمة الحاكمة قبضاتها، ماذا بقي من مطالب الشعوب العربية بالحرية والكرامة؟ وهل يبدو الواقع العربي مستعصيا على الديمقراطية؟ أرقام تشير إلى مسؤولية القيود الحكومية على استخدام مسكنات الآلام عن زيادة معاناة مرضى السرطان قبل الوفاة، نبحث الجوانب الطبية والأخلاقية لهذه القضية. كن أول من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من بي بي سي. اطلع على أحدث عناوين وتفاصيل الأخبار أينما تكون، ابحث عن الأخبار التي تهمك وشاهد مقاطع فيديو على هاتفك المحمول مباشرة. خدمتنا مجانية وأنت فقط تتحمل تكلفة الاتصال.